اللغة عماد ثقافتنا ونعلمها لأحبتنا. اللغة عماد ثقافتنا ونعلمها لأحبتنا. نعتز بها أبد الدهر. هي أبدا رمز حضارتنا. هي أبدا. هي أبدا. هي أبدا رمز حضارتنا. لن إذا كي ضم إليها لا مكي انصب بالفتح ولا ترفع للشر حروف وحروف منها المعروف المألوف. أستاذ الصحيح علمنا نريد بها الآن نطوف من إلى في عن على حاشا عدا حتى خلا مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والباء واللام لعل 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 ومتى لام لما لام الأمر أرسم فورا قطع الأمر لام لما لام الأمر أرسم فورا قطع الأمر نعم نعم أجزم بالسكون إن لزم الأمر بحذف النون أبجد هوز حطي كلم بندار هو اسم علم بالكسر يجر وبالضم مرفوع أبدا محترم نعم 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 عزيز أفق لنفسك أنت تعترض طريقي معذرة يا أستاذ أما أنا لي أن أتدخل؟ تتدخل؟ قد تملكتك جرأة من نوع خطير. نعم ولا بد أنك سمعت بالهاتف ما أطار صوابك وجعلك تسارع إلى الباب وأنت بملابس النوم. في ملابس النوم؟ دلني على طريقة أجعلك معها تحسن استعمال حروف الجر. غريب ما الذي سمعته بالهاتف؟ عزيز قد تملكتك جرأة من نوع خطير. قد آن لي أن أفعل؟ لا شك في أن لك علي منزلة الوالد فنحن معا منذ كنت في العاشرة من عمري. المهم أيها العزيز الغالي أن تخبرني بالذي سمعته. عن الذي سمعته شبت وحروف الجر مستعصية عليك إلى بئس المصير وهي حرة أن تجر حتى عربات المواصلات. إنما دعني منها الآن. كان الهاتف من سهام. وماذا عن الهاتف؟ طلبت مني وبإصرار أن أنساها وأن أكف عن زيارتهم وعن التفكير بها. تتصرف المرأة بدلال وغاية أمانيها أن تؤثر في الرجل وفق مرام دلالها. والرجل الرجل هو من استطاع أن يقلب السحر على الساحر ويتفهم بواعث ذلك الدلال ويتصرف ليربح الحب. عزيز؟ نعم. هل أبحت لنفسك الاطلاع على مدوناتي؟ نعم يا أستاذ وأبحت لنفسي أيضا أن أحفظ منها ما يروق لي. أستاذ عد إلى آرائك الأصيلة وتصرف لتربح الحب.
السهام. أخوك صار طريدا للعدالة، إنه يحمل ملابسه ويفر كاللصوص والمجرمين. أسمعيه كلمة طيبة. يترك ملابسه ويذهب إلى قاضي التحقيقات ويضع نفسه بتصرفي. وينعم بذلك بال الأستاذ. الأستاذ منعم البال إلى حد كاف، حسبه أنه لم يخالف القانون مرة واحدة. سهام! أبي، لقد انسقت إليك وإلى وليد، وسمعتما كيف قطعت كل رجاء له عندي. كان ذلك أقل ما يمكن أن تفعليه. ما الذي جاءنا به هذا الأستاذ؟ أفسد على أخيك خطوبته وزرع الشقاق في منزلنا، وها هو الآن قد تسبب بتخريب مستقبل ولد. هل صحيح يا وليد أن الأستاذ فاضل أفسد عليك دنياك؟ طبعا. وليس من دور لعباس في هذا المرار؟ أبدا أبدا، عباس يقدم لي المخبأ. عباس هذا يقودك إلى دمار محقق. سأدمر أساس ذلك الأستاذ قبل أن يصاب وحيدي بأذى، وليكن هذا مفهوما لدى الجميع. حسنا، دعني لأحزاني إذن. أكمل يا أبا الأهوال. الراوي يقول وعمر السامعين يطول. نعم عمرك يا سادة يا كرام. يا أفاضل الأنام، الصلاة والسلام على محمد بدر التمام ورسول الهدى والسلام. وأعجب النعمان، أعجب النعمان بجواب أبي العنابر. نعم. وأمر أن يفتحوا له العنابر. حمله الهدايا. وزاد له العطايا. وقال: النوق الحمر هدية مني إليك. مبروك يا هندرة، مبروك يا هندرة. اذهب بها مهرا لعبنا. ولا خوف عليك. ولا خوف عليك. وارتحل عن ضرب النوق 7 أيام، وبعدها خرج علي 7 غشوم من الآجاب. يا سلام. وزعق عنتر: ويلك ويلك ويلك. وصال وجاء، وصال وجاء، صال وجاء، صال وجاء. فشد ثم ارتد، فشد ثم ارتد، وارتد ثم شد. ولحظات ولحظات كبل بعدها 7 بالحبال. يا سلام يا سلام. وأنشد يقول، وأنشد يقول: عنتر ينشد يا سادة ويقول، ويقول للسبع المغلول: يا أيها السبع الهاجوم على الرادى، لقد بقيت معفرا منهوبا، إيد أموالي تكون تكون مباحاتا، لقد تركتك بالدينة مخضوبا. هنا يا سادة يا كرام. خيرا، المرأة الخارقة. ولماذا لا نبدأنا بالسلام يا بدار؟ يا إن هذا لمن اللؤم والعار. يا غدار. أنا؟ ومن سواك يا من باع نفسه ببضع لراعة. لا قوم، لا قوم، بدار أهانني، قد جن فؤاده من دون جد. يا عدو عنترة، عد على عالم الأهوال. بعد اليوم لقد أدميت الجميع. إن هذا ليس مشكورا لمن كان في عمرك يا والدي. لقد خسئوا جميعا. أخ، لقد خسئوا، لقد تعبت في تربية ولدي، وها أنا ذا أقاتل من أجله
ولا هوادة ولا مهادنة بعد اليوم. القهوة يا أبي، تفضل. سلمت يداك يا وفاء، اجلسي. الظاهر يا وفاء يا عزيزتي أن مقهى عنتر يبعث في أوصال العجوز همة الشبان فيقاتل كالعفريت. يا أبا الأهوال، رفقا بساقك، فقد كاد بدار يجعلها ساقين وذنب. فما الذي تركتماه للمراهقين عندما يختلفون؟ الظاهر يا وفاء أنه قد حاق بآل بدار الخسران المبين وأفرطوا في الجنون. إنه لا علاقة لي بهذا الموضوع. يا ساقي. أبي أجل، من الخير أن تبقى حيث أنت، فالردود شديدة عليك. أجل، لن أنسى لذلك العفريت ما فعله بي. يخيل إلي أيها العزيز أنك بدأت تدخل في متاهات قد يصيبك منها ضرر بالغ. متاهات؟ هل جننت يا أستاذ شعبان؟ أمثلي يدخل في متاهات وأنا الذي يعيش للفكر وبالفكر؟ أنا أقول ما أراه. حسن، سأثبت لك أنني ما زلت أعيش بالفكر وللفكر وعند تماسكي. أنا الأستاذ فاضل زهراوي، رجل يحب الأصول ويحارب الأخطاء. ورثت عن عمي أمواله التي لا حصر لها. تقدمت طالبا يد الآنسة سهام بدار. أحببت أن أتأكد من صدق صحبتها، فأخفيت عنها وعن ذويها أمر ثروتي الطائلة. شقيقها وليد يريدها لصاحبه عباس، وبدأت المشاكل وانتهت بأن تورط الشقيان، ولسبب ما أجهله قطعت الآنسة سهام كل صلة لها بي. فهل تجدني يا أستاذ غارقا في المتاهات التي ذكرت؟ أستاذ فاضل، نعم، مبدئيا أنت قد ارتحت من خصميك وليد وعباس، فمصيرهما إلى السجن حتما بتهمة الاعتداء على صويلح وتلفيق التهمة الباطلة عليك. تلفق التهمة لفلان وليس على فلان. أستاذ، يبدو أنك وعزيز زميلان في سوء التصرف بحروف الجر. المهم، نعم، قد ارتحت من خصمك وبات الطريق ممهدا أمامنا إلى حرية التحرك. أي تحرك يا شعبان؟ قد كلمتني الآنسة سهام وبلسان عربي فصيح ومن دون أخطاء، وفهمت منها أنها ترغب في قطع كل صلة لها بي. حسنا، إذن يجب أن ننفض الأيدي من هذا الموضوع بالحسم والحزم. رد أنت. لا لا، رد أنت. هل بدأت تتهيب سماع صوتها؟
نعم نعم. ماذا؟ كيف؟ طيب طيب قادم على الفور. أستاذ فاضل. خيرا أني سوف. والدي ويطلبك بإلحاح، تفضل. أتأذن بكلمة يا أستاذ شعبان؟ قل يا عزيز، أنا بدأت أرتاح تماماً إلى كلامك. الواقع أنك صاحب مؤسسة كبرى للمحاماة في ملبورن. صح. فكيف تطيق الابتعاد عن مؤسستك الكبرى وعن أعمالك المتشعبة في أستراليا وتبقى هنا؟ اسمعني جيداً يا عزيز. تفضل. أنا هنا في خدمة الأستاذ فاضل، ويجب ألا تنسى أنه حل محل المرحوم عمي أبي، إذن هو من أكبر عملائي على الإطلاق. ناهيك عن وجود شقيقي الأستاذ رجب على إدارة أعمالنا في أستراليا. لو كنت مكانك يا أستاذ شعبان لعدت أدراجي فورا إلى عملي. عزيز، هل بدأت تتضايق من وجودي؟ ليس تماما. إذن إنما أردت أن يعود للأستاذ فاضل صفوه السابق. سلمت يداك يا أنسة وفاء. بالصحة والعافية يا أستاذ فاضل. شكرا شكرا. خفف عني يا أستاذ فاضل. ليس بإمكاني إلا أن أطمئنك إلى قيامك سالما يا أبا الأهوال، فلا تحزن. إن شاء الله. كان بدار شرسا كالعفريت، واندلعت النار دون بترول أو كبريت. استؤدري سبب حمق الإنسان بحيث يعمد إلى إنهاء مشاكله بيديه بدل أن يعمل فكره وعقله. هل تتصور أن لذلك البدار ساعدين من فولاذ بما سيجعلني أسير على عكاز؟ قلت لك ستقوم سالما يا أبا الأهوال، وسوف لن أنسى أن ما أصابك كان بسببي. رجوتك أن تهدأ يا أبا الأهوال، فأنا لن أتركك ولن أتخلى عنك. لست أفكر بنفسي يا أستاذ فاضل. إذن بعنطر. قل بعنطرة، حاول أن تقوم من اعوجاج لسانك. عنطرة؟ نعم، عنطر يوحي بالرجولة أكثر. حسن، ما باله عنطر تفكر فيه؟ لن أتمكن من مزاولة واجباتي اليومية قبل أسبوع، فكيف العمل؟ ومن عساه سيحل مكاني. اسمع. عفوا يا أبا الأهوال، قد وجدت لك حلا مناسبا تماما لحكاية عنترة. نعم أنت، وسوف تنفذ ما أطلبه إليك. أنا؟ هل جننت؟ أبدا. أنا الأستاذ شعبان، أقوم مقام أبي الأهوال وأروي سيرة عنترة في ذلك المقام. وماذا في ذلك؟ قد وعدت الرجل بتدبير أمر روايته. تستطيع استحضار من يقوم بذلك ومن يليق للمقام؟ إنما أرجوك ليس أنا بل أنت. محال محال محال.
يا شعبان، إنه عمل ثقافي، عمل إنساني. ثقافة وإنسانية، وتسمي ذلك الهراء التخريفي ثقافة وإنسانية؟ نعم، إنه أدب قائم بذاته، ولا يحتاج إلا إلى أمثالنا من أجل صقله وتهذيبه وتقديمه في قالب يجعله مدرسة في البطولة والإباء والتضحية والشرف والرجولة. وأنا أروي سيرة عنتر. يا ناس، يا ناس، من يصدق هذا؟ وسوف تكون رواية أصولية مهذبة وخالية من أي خطأ. عشرة آلاف ليرة كاملة، وبعدها يكون وليد في دار أبيه بدار. الكفالة لإخراج وليد من السجن 5000 ليرة، بينما تحمل الآن 10. من الشهامة أن يخرج عباس معه. ستدفع كفالة عن عباس؟ ولم لا؟ أما قلت وأعلنتها صريحة إنني لن أهاد ولا هوادة. أبي، إنك بهذا العمل تزيد النيران اشتعالا. نعم، هذا صحيح، خصوصا إذا كانت النيران في صدر ذلك الأستاذ. الأستاذ يكفيه أنه أستاذ، ويكفيه أنه يتحمل دنيا كاملة من الأخطاء يكابدها حتى تعود مرارة القهر والحسرة. سلام قولا من رب رحيم. هل اعتدوا عليك يا أستاذ شعبان؟ وكأنهم جردوا علي سيوف عبس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظة، سأحضر لك كوبا من شراب الليمون. شكرا. ما الذي أصابك؟ الذي أصابني لم أكن أتصور أن يكون مراً إلى هذه الدرجة. يجب أن يرعوي أولئك القوم. لا، أتريدها صادقة؟ طبعاً أيها العزيز، كان أولئك القوم في المقهى على صواب. وكيف؟ لأنه لم يكن لسيرة عنترة أي طعم من دون تلك التعبير العامية والحماسية. هل أستدعي طبيباً من أجلك؟ لا لا، أنا بخير، بخير، بخلاف ذلك الكرسي الذي سدده أبو صخر إلى ساقي. على كل حال، أطمئن، سأكون بخير إن شاء الله. لست أدري ما الذي تكترث له يا وليد. من المؤكد أن نتيجة المحاكمة ستكون غرامة نقدية عليك للمشاركة السلبية، وغرامة نقدية علي مع السجن لمدة معقولة لتدبير الاعتداء وثبوت التهمة. لكنه أمر فظيع. من الأفضل أن نترك كل هذا ونحصر اهتمامنا بالأستاذ. الأستاذ ومن جديد؟ لا، لا يمكن أبدا يا عباس، لن أسمح لك بإدخالي في ورطة جديدة على الإطلاق.
جمد أعصابك أيها المتخاذل. الدنيا هي الدنيا، ما من أمور تتشابك وتتعقد إلا وتجد من يحلها. من العار والانهزامية أن نترك ذلك الأستاذ وشأنه. هل منكما من يعرف بلغة الأجانب؟ أنا يا أبا صخر. قد سقطت هذه الورقة من الأستاذ شعبان عندما كان يحاول سرقة سيرة عنترة. ماذا في الورقة؟ إنها ورقة تافهة يا أبا صخر، دعك منها دعك منها. المهم ألا تكون مشروعا لسرقة سيرة عنترة بلغة الأجانب. هل فهمت مضمونها يا وليد؟ فهمت منها ما يقف له شعر رأسك. ويحك، ما الذي فيها؟ فيها ما معناه أن الأستاذ شعبان من أكبر محامي أستراليا، وأن صاحبنا الأستاذ فاضل سيتسلم ميراثا لا يقل عن 100 مليون. ماذا؟ من 100 مليون؟ 100 مليون؟ إذا أراد الرجل حملها لزمه شاحنة. كيف تحل هذه المشكلة يا عبد الرزاق بدار؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ ولا خروج من هذه الأزمة إلا بتنفيذ لعبة تترك تدبيرها لي. يا شعبان أرجوك، تترك تدبيرها علي أو إلي؟ حاضر حاضر. وماذا عن ذلك التدبير؟ هي كذبة كبيرة. أبدا، الكذب خطأ والخطأ ممنوع. حاضر، هي كذبة بيضاء. أبدا، الكذب لا لون له، إنه الكذب وهو مقيت. إنما للضرورة أحكام ومبررات. هذا يتوقف على المبررات ومدى مراعاتها لمبادئ الخلقية. ما رأيك؟ تبدو الحكاية وكأنها حقيقة واقعة. قد تدبرت كل شيء حتى يصدق كل كلمة في الصحيفة. تمت خطبته. قولي فعله. معنى هذا أنه سيتزوج.